حاولة لجس النبض في ملف تبادل الأسرى، جاءت زيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لغزة ولقائه برئيس حركة حماس يحيى السنوار حسب محللين. ربما أراد رئيس اللجنة أن يستجيب لما تريده إسرائيل، وهو الحصول على معلومات عن هؤلاء الأسرى. وأعتقد أن المقاومة واضحة منذ اليوم الأول لموضوع المعلومات حول الأسرى، مقابلها يجب أن يتم الإفراج عن الأسرى من صفقة وفاء الأحرار الذين يؤيد اعتقالهم. هذا الأمر تدركه إسرائيل ويدركه أيضا الصليب الأحمر، وأعتقد أن حماس والمقاومة لن تحيد عن هذا الطلب. فعذابات أكثر من 6000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية كانت حاضرة في وقفة رمزية صامتة لأطفال الأسرى موجهة للمجتمع الدولي، تزامنا مع زيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام مقر اللجنة في غزة. هي رسالة لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن يتذكر دوما أن هناك آلاف الأسرى والمعتقلين، آخر معتقلين سياسيين يبحثون عن حرية وطنهم وعن حرية شعبهم، ويجب أن ينالوا حريتهم أولا، وثانيا أن ينالوا حقوقهم التي تكفلها القوانين الدولية كأسرى حرب. فالزيارة التي بدأت بلقاءات ميدانية لعدد من العائلة الفلسطينية المتضررة من الحرب الأخيرة، وتبعها زيارة لبحر غزة الملوث وبعض المزارعين والمستفيدين من خدمات الصليب الأحمر بغزة، ستنتهي بلقاء رئيس اللجنة مع عدد من أهالي الأسرى الفلسطينيين. أننا نتطلع إلى دورهم الدولي والإنساني في توفير الحماية للأسرى الفلسطينيين، وأيضا على كل مسؤول دولي أن يلتقي بأهالي الأسرى. رسائل يأمل الفلسطينيون أن تجد لها طريقا للتخفيف من مأساة الأسرى داخل الزنازين الإسرائيلية. أيا كانت طبيعة وأهداف زيارة ماوير لغزة، فإن الفلسطينيين يتطلعون لبصيص أمل قد يحسن من أوضاعهم المأساوية. نيفين سليم، الغد، غزة، فلسطين.